وفاة شاب يمني مغترب في السعودية، وابن عزيز ينشر صورة مثيرة وهو في صفوف الحرس الجمهوري، أثارت تفاعلا كبيرا وردود فعل واسعة، فلنتابع. توفى شاب يمني مغترب في المملكة العربية السعودية وفق ما ذكره مصدر مقرب من أسرة الشاب بمحافظة المحويت. وأفاد المصدر بأن الشاب يوسف العصيمي توفي بماس كهربائي أثناء تنفيذ إحدى الأعمال في مجال الكهرباء، وخلف الشاب زوجته وابنة وحيدة في حادث مفاجئ أثار حزنا واسع، حيث أثار الفريق الركن صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان العامة قائد العملية المشتركة اليوم تفاعلا كبيرا وردود فعل واسعة بعد نشر صورته وهو في صفوف الحرس الجمهوري منذ الثمانينات. وتنوعت ردود الفعل على الصورة التي نشرها بن عزيز على صفحته بالفيسبوك بين مشيدين بأقدمية وشجاعة وإقدام بن عزيز، وآخرين ساخرين ومهاجمين للفريق بن عزيز. وكتب بن عزيز بجانب الصورة المثيرة ذكريات الحرس الجمهوري عام 1984.